مغادرة كريمة. تم اليوم إطلاق عدد من السجناء المعسرين القابعين خلف قضبان السجن الحربي في العاصمة صنعاء. نتابع التفاصيل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، توكيد رباني لعباده بأن كل مظلوم وإن قبع خلف قضبان السجن دهرا لا بد أن يأتي التيسير والإنصاف الإلهي، هكذا هي عدالة السماء. لهفة هذا الأب لابنه القابع خلف قضبان السجن الحربي بالعاصمة صنعاء لسنوات تختزل شوق الأب المكلوم لابنه الذي ظل يعد الثواني والأيام والسنين ليكون القدر هو من جلب عدسة كاميرا الفضائية اليمنية لتوثق هذه اللحظة. الحمد لله الذي أنعم الله علينا بهذا الإفراج، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. علينا ذي 3 سنين ونص ونعاهد الله أن نحن صواريخ موجهة ضد الجيش السعودي وضد كل مرتزقة وعملاء داخل هذا الوطن. أنا وجهالي كلهم، نحن كلنا في الجبهة. الجند إبراهيم عبد الغيثي، بالروح بالدم نبدأك على من؟ ليس إبراهيم وحده من خرج من ظلمات السجن، فهناك أكثر من 37 معسرا آخرين تم الإفراج عليهم على دفعات بعد مبادرة كريمة تمثلت في دفع مبالغ مالية كدية وأرش أغلبها قضايا قتل. أسعد يوم في حياتي، الحمد لله على كل حال. والله شعوري وفرحتي لا توصف، كأنه يوم عيد اليوم، كأنه خلقت على الدنيا من جديد. وشكر لكل من حضر ومن ساهم وكل من سعى في فعل الخير وفعل الحسنة. هذه المبادرة الطيبة التي بعثت يعني أمل في نفوس الأمة وردوا الأمل إلى نفوس الشعب، مشوا لأجل المساجد الشعب كله. وأشكر الجيش واللجان الشعبية اللي بتجاهد على الوطن. هذه فرحة عظيمة من الفرحات والانتصارات الذي تمر بها البلاد، تمام، عكس العدوان اللئيم والخبيث. فهذه الدفعة ستتلوها باقي دفعات، وقد راحت دفع سابقة قبل أن نجي إلى هذا السجن، راحت دفع كثيرة، تمام، بفضل الله، تمام، ومنه سبحانه وتعالى، وبفضل من بعده قيادة الثورة وقيادة المسيرة. اليوم الدفعة الرابعة، وقد تم الإفراج عن جماعة من جميع المحافظات الجمهورية، من تعز، من إب، من لحج، من أبين، من كل المحافظات دون انتقائية. كل من توفرت عنه شروط تم الإفراج عنه، وهذا بادرة طيبة من السيد عبد الملك بن الدين الحوثي لاهتمامه بالجنود خاصة، وهذا ما يدل على بناء الوطن. خلف قضبان السجن الحربي توجد الكثير من القصص والمآسي، ولكن ما لفت انتباهنا قصة غريبة جعلت من المسجون مخلصا لزملائه المساجين وممن كان قابعا خلف هذا القضبان لسنين قد خلت إلى محرر لهم. كيف ذلك؟ دعونا نستمع لتلك القصة من صاحبها. سجن في الحرب الثانية، هذه كانت غرفتي في الحرب الثانية، كنت مقيد في هذه الغرفة. هذا كان مكان أبو مالك مقدمة. الحمد لله كان الضباط في الدورة الأعلى والجنود في الدورة الأسفل. كنت ضابط حتى الأيام. والله أستحي من الله، ولو يتركوني لحالي لا أبكي من الفرحة، وأسجد لله حياء من الله وخجل من الله رب العالمين. قبل خروجي من السجن عاهدت الله وعاهدت السجناء ألا أنساهم. إذا عشت ونستشهدت فربي بيكون يدي البديل. الحمد لله أدى الله تمكين، والحمد لله يعني لحد الآن أكثر من 400، فضل الله وجوده وفضل كايد المسيرة. وهنا قصة أخرى لمؤسر آخر حكم عليه بالقصاص. كان ينتظر لحظة طرق السجان لزنزانته ليقول له حان الوقت لتنفيذ حكم الإعدام بحقك، وكان الأب ينتظر استلام جثة ابنه، فجاءه الخبر.
ودق السجان بابه، ولكن ليقول له اذهب مع زملائك فقد اعتقت رقبتك، فكانت الفرحة التي لم يقوى الأب على قول كلمة بعدها. حكي شيخ. شيخ. نظرات سجين يودع زملائه بلهفة، متمنيا أن يكون الدور القادم له ولزملائه الذين ينتظرونهم الآخر الفرج من رب العباد. أناشد وأطالب من أولياء الدم النظر إلى قضيتي، يعني كوني مسجون وعديم الحرية في هذا المكان. 37 من بين مئات من المعسرين تم إطلاق سراحهم ودفع ما عليهم من مبالغ في مبادرة لمت شمل عائلة وزرعت ابتسامة على شفاههم، بينما تحبس الفرحة عن معسرين آخرين ينتظرون من عدالة السماء اليسرى من بعد العسر. عماد النجار، قناة اليمن الفضائية، أمانة العاصمة.